الحمد لله، السلام عليكم. هل تستطيع أن ترى الجن والشياطين والملائكة أو الملائكة؟ هل تستطيع أن ترى ببصرك؟ القاعدة تشير 90% لن تستطيع أن تراهم. هناك من يرى مثلا جن مباشرة، ناهيك عن المنام، هناك من يرى جن مثلا ويقولك أنا رأيته بعيني و كان بشيا. لا، أنت رأيته بالنظر الذي يستطيع قلبك أن يتحمل أن يرى الشيء بشيا، تصور إليك. مثلا هناك من يرى الجن في صفة حيوان، قط، كلب، يراه مثلا حيوان آخر، يراه مخلوق بشيا، فيقول أنه رأى جن أو شيطان لم يرى في حياته أبشع من ذلك الشيء. فهو يستطيع، يعني هو، يعني الإنسان الذي يرى الشياطين أو الجن، ناهيك عن الملائكة، لا نتكلم عن الملائكة، سنتكلم في الآخر. الجن أو الشيطان يراهم بأبشع صورة، هذا يعني أنه عنده روحانيات قوية، يعني عنده نفس قوية، نفسك قوية، بين قوسين ركز على هذه النقطة. ولكن لا تزكي نفسك على الآخرين، يجب أن تذكر الله كي تزكي نفسك، اتفقنا؟ يجب أن تكون من ذكي. إذا رأيت الشياطين أو الجن بصورة بشعة فهذا يعني أن قوة نفسك، عندك قوة في النفس، ولكن أنت يجب أن تزكيها، اتفقنا؟ ركز على هذه النقطة. وهناك من يرى الجن مثلا في صفة إنس، وهناك من يراهم في صفة حيوان، وهذا في المنام، أو في المنام وفي اليقظة، على حسب قلبك ماذا يتحمل. أنت لن تستطيع أن ترى الجن أو الشياطين في صفتهم الحقيقية أبدا أبدا، أخرج هذا من عقلك وقلبك، لن تستطيع أن تراهم في صفتهم الحقيقية إلا بعد أن تموت. وإذا رأيتهم مثل هذا الذي يرى مثلا شيطان أو جن في أبشع صورة، فترى بقلبك، أنت لا ترى بعينك، لن تستطيع أن ترى الجن أو الشيطان بعينك أبدا. لماذا؟ لأن إذا رأيتهم بعينك المجردة تموت، تصعق، لأن جسدك لا يتحمل، جسدنا في الأرض لا يتحمل أن يرى أشياء مختلفة على الإنس وعلى الذي اعتاد عليها من الحيوانات. نحن مخلوقين في الأرض لكي، أو مبعوثين في الأرض لكي نرى بعضنا بعضا ونرى الحيوانات التي هي ظاهرة. أما أنك ترى الجن على صورتي أو الشيطان على صورتي، فهذا إذا رأيته أنت تصعق، تموت في الحال. أما إذا رأيت الملائكة، فالملائكة إذا رأيت الملك أنت تموت. الملك يأتيك، كان يأتي للرسل الأنبياء بصفة إنس، بصفة إنس، والقصة واضحة في القرآن على سيدنا إبراهيم لما أتوه الضيوف، يعني لا تحتاج للبحث، فقط ابحث لا تجدها. لما أتوه الضيوف أتوه في صورة إنس، وذهبوا إلى لوط عليه السلام، فأتوه بصفة إنس. والدليل القرآن أن قوم لوط يعني ذهبوا عند لوط عليه السلام فقالوا أنت تعلم ما نريد، لأن رأوهم في صفة إنس، رأوا ملائكة أتوا لوط عليه السلام في صفة إنس، يعني الإنسان لا يستطيع أن يرى الملائكة في صفتهم. إذا رأيت الملك في صفة أنت تموت، تصعق في الحال، لأنك لن تستطيع، جسدك لا يتحمل، ليس مخلوق لكي ترى الإنس الشياطين والجن والملائكة في صفتهم. هذه نقطة واضحة لا مفر منها، أنت ترى في صفة، الصفة التي عقلك وقلبك يستطيع أن يراهم، اتفقنا؟ فتستطيع سماعهم، حتى الموجات الملائكة، عديد من الناس لا تستطيع سماع موجات الملائكة، يعني الكلام، عديد من الناس لا تستطيع أن ترى. هناك من يستطيع أن يسمع لما يكون نائم، يسمع بقلبه أيضا، لا يسمع بأذنيه. تعتقد أنك سمعت بأذنك، تسمع بقلبك، لو سمعت بأذنك تصعق، تسمع بقلبك الباطن، تسمع بقلبك الباطن، تسمع مثلا الملائكة، تسمع مثلا الشيطان يهددك، تسمع لغة الشيطانية يتكلم معك بترجمة بلغتك، إذا كانت لغتك فرنسية عربية إنجليزية يتكلم معك بلغتك،
تسمع جين يتكلم داخلك، وسبقنا وتكلمنا على هذه النقطة. إذا قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أكثرت منها يوم يوم يوم، يبدأ القارئ داخلك ينطق، تسمعه في داخلك، تسمعه يسب ويشتم، لأنه تسمع بقلبك وليس بأذنك، لأنك لن تستطيع سماعهم أو تحملهم أو تحمل صورهم بعينك أو بصرك، يعني ماديا لن تستطيع أبدا. فقط لما تموت، يعني لما يأتيك الموت وتموت وتبعث، تستطيع أن ترى. لما تموت وتبعث عند الله سبحانه وتعالى، تستطيع أن ترى الملائكة، وإذا أراد الله ترى الله سبحانه وتعالى، كنت من المبشرين، تستطيع أن ترى الله سبحانه وتعالى. لماذا عديد من الناس ترى النور فقط، النور الضوء، هذا ما تستطيع أن تراه، تراه بقلبك. نور الله سبحانه وتعالى، ترى نور الله سبحانه وتعالى، الله نور السماوات، ترى النور، ولن تستطيع أن ترى الله سبحانه وتعالى، فقد تراه يوم القيامة إذا كنت من المبشرين. ترى نور الله سبحانه وتعالى، لن تستطيع أن تراه بعينك المجردة، فقد تراه بقلبك. ركز على هذه النقطة، لن ترى بعينك، يعني انسى نقطة العين، انسى هذه الفكرة، العين والسمع، كما تسمعني الآن، أنت تستطيع أن تسمع مخلوقات لن تراه، فهذا لا تستطيع أن تسمعه، لأن سمعته ربما تصعق تموت. ركزوا فقط على هذه النقطة التي سأقول، ركزوا فقط على هذه النقطة وتمعنوا فيها. لما تجد أنبياء ورسل والصحابة عليهم السلام، والرسل عليهم السلام والأنبياء، لم يروا الجن في صفته، أو لم يروا الملائكة في صفتهم، فما بالك أنت وأنا؟ سيدنا إبراهيم خليل الله لم يرى الملائكة في صفتهم، لم يرهم في صفتهم، رأهم بصفة إنس، حتى أنه قدم لهم الأكل ولم يأكلوا، فلما لم يأكلوا فبدأ يخاف منهم، موجودة القصة في القرآن، بدأ يخاف منهم، عرفهم أنهم ليس من إنس، فاطمأنوا قالوا لا تخاف. فهمت؟ يعني هم يأتوك بصفة الإنس، يعني جسدك لا يتحمل. هذا سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم الرسول عليه الصلاة والسلام، لما بعث عند الله سبحانه وتعالى ليكتب الصلاة علينا، تكتب الصلاة علينا، ما كذب الفؤاد ما رأى، ولم يرى الله ببصره، رآه بفؤاده بقلبه، ما كذب الفؤاد ما رأى. حتى سيدنا موسى عليه السلام يقولون في الشرح أنه لم، والله أعلم، يقول في الشرح الدقيق أنه لم يكلمه الله مباشرة، كان بينه وبينه حجاب، يعني لن يستطيع أن يسمع الله بجسده، فهمتم؟ يعني ممكن تقع له شيء، فكان بينهم حجاب والله أعلم. هذا يقول في التفسير، الإنسان باختصار لا يستطيع أن يرى الملائكة والجن والشياطين، خصوصا الجن والشياطين على صفتهم، لن يستطيع، وإذا رآهم على صفتهم ربما يصعق كما قلنا، فقط يوم القيامة ممكن أن يرى قارينه. الله يقول سبحانه وتعالى في سورة قاف، لقد كنت في غفلة من هذا، يعني كنت، يعني كان بصرك مغلوق أو مقفل على هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد، البصر نتاعك يوم القيامة يكون حديد، فقط يوم القيامة تستطيع أن ترى قرينك على صفته. أما أنك تقول سترى أنك ترى قرينك أو كذا وكذا، فبينك وبين القارين وبين الشيطان حجاب، ربما يتسيف لك في صفة إنس، ربما يتسيف لك في صفة حيوان، أو إذا سمعت مثلا الشياطين أو الجن يتكلمون داخلك، فهو يتكلم وتسمعه بفؤادك بقلبك وليس بأذنيك كما تعتقد. فهمتم؟ هذه الفكرة. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.